أخيرا، وأخبار عن الطقس وحالة الطقس المتقلبة من جريدة الأخبار. العنوان يقول موجة حارة وانخفاض 8 درجات غدا. التفاصيل أنه مصر بتشهد ارتفاع في درجات الحرارة سيستمر اليوم اللي هو الخميس، وحيث ارتفعت الحرارة من 4 ل 6 درجات مئوية، وكان معها نشاط للرياح المثيرة للأتربة. ولكن الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية تحديدا قال أنه المتوقع أنه من يوم الجمعة يحدث انخفاض جديد في درجات الحرارة، يتراوح من 5 ل 8 درجات مئوية لغاية يوم الأحد المقبل. يعني من يوم الجمعة للحد قد تنزل درجات الحرارة من 5 ل 8 درجات، وبالتالي يعني رجاء أنه ناخد بالنا ومحدش يبتدي يصيف بسرعة، لأن الجو هيقلب تاني. أخيرا